لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في العربي الجديد، العراق عبد المهدي قد يلجأ لحكومة حزبية ضمانا لثقة البرلمان. في صحيفة المدى، القوى الشيعية تدرس التخلي عن الداخلية ووزيران سيكونان نائبين لرئيس الحكومة. في موقع الهيئة نت، التحالف الدولي سيستمر في العراق بعد تشكيل الحكومة الجديدة. في صحيفة الزمان، وزارة الصحة، مياه الشرب المجهزة للمواطن غير مثالية ونسبة الكلور تصل إلى الصفر. في العرب اللندنية، بحاح على رأس حكومة يمنية جديدة حزمة إجراءات للمصالحة بين المجلس الجنوبي وهادي. صحيفة الشرق الأوسط، الرئيس الفرنسي ندعو لسياسة أكثر تشدداً مع طهران. وفي صحيفة القدس العربي، ترامب مرحبا بالإفراج عن القس الأمريكي، لدينا الآن فرصة لبناء علاقة رائعة مع تركيا. تحولت قضية أزمة المياه التي يعانيها العراق في الوقت الحاضر إلى الهاجس الأبرز للمواطن، خاصة أنه يعتمد عليها في حياته اليومية، بعدما بدأ أن الدول المجاورة للعراق ترغب في استخدام هذه القضية سلاحا سياسيا هدفه ابتزاز بغداد. صحيفة الخليج الإماراتية تقول في افتتاحيتها إن النظام الإيراني بات يستخدم ورقة المياه في الضغط على الحكومة لتمرير مشروعه في المنطقة، الهادف إلى إبقاء العراق تحت هيمنته. سياسة تعطيش العراق ليست جديدة، فإيران تمارس هذه السياسة منذ عقود، وقد وجدت في المشهد المرتبك بعد خروج الاحتلال الأمريكي على إثر إسقاط نظام الرئيس صدام حسين فرصة لإعادتها من جديد. فالمياه التي تضخ من الأراضي الإيرانية نحو محافظات البصرة وميسان وذيقار وديالة وإقليم كردستان دائماً ما يتحكم بها الجانب الإيراني، وبالتالي وجدت طهران الضعف القائم في السلطة العراقية خلال السنوات الماضية فرصة لإعادة لعبتها المدمرة في عراق ما بعد صدام، من خلال حرمان مناطقه وبلداته من المياه، وصولاً إلى خلق بيئة ضاغطة على السلطة في بغداد وإبقائها في فلك المشروع الذي تتبناه طهران. لا ترغب إيران في مساعدة العراقيين للخروج من أزمتهم الطاحنة، وغايتها تكبيلهم بمزيد من الأعباء الاقتصادية، وتأتي سياسة التعطيش التي تتبعها من خلال قطع المياه عن بعض مدنهم، إضافة إلى وقف تزويدها بالكهرباء، في إطار خطة لإخضاع القرار السيادي العراقي لهيمنتها، وبالتالي ضمان عدم إضاعة ما حققته من مكتسبات خلال السنوات السابقة على الساحة العراقية. الصحيفة ترى أن الحكومة في العراق تحتاج إلى رؤية واضحة ومقاربة شاملة في التعاطي مع سياسة إيران في تعطيش البلاد مائياً، ومعالجة هذه القضية التي تشكل تهديداً للأمن القومي العراقي وتؤثر في حياة قطاع واسع من الشعب الذي يعتمد على المياه في حياته اليومية، كما أنه ينزع ورقة ضغط كبيرة تمارسها طهران على الحكومة للحصول على مكاسب تمس هوية العراق وسلخه من محيطه العربي. لا أحد يتوقع أن يكون عادل عبد المهدي رئيس الوزراء المكلف حراً في اختيار كابينته الوزارية، كما أن لا يعتقد أن الرجل سيكون مطلق اليد في سياساته الداخلية أو حتى الخارجية، بل إن المطلوب أن يكون ناجحاً وحازماً ومتوازناً. مشرق عباس يرى في صحيفة الحياة أن الأهم من كل ذلك أن يكون صادقاً في تعريف هذه المرحلة والتعامل مع استحقاقاتها في نطاق برنامج حكومي يتم إعلانه قبل التصويت على الحكومة.
على أساس ذلك يجب أن يتم الحديث بوضوح عن مستوى تدخل الحزبي في كابينة عبد المهدي وفي برنامجه وسياساته المستقبلية، وإهمال الإعلانات التي ترد من الأحزاب بأنها ستمنحه الحرية الكاملة في الاختيار. إن الحديث المتواتر عن فتح باب الاختيار لعبد المهدي على الرغم أنه يبدو للوهلة الأولى مشجعاً، لكنه مقلق أيضاً. فلسنا أمام طبقة سياسية تقصد حقاً ما تقول، ولسنا في مواجهة مافيا فساد سياسي مختصة بنخر الدولة ورمزيتها والمواطنة وقيمتها، تختار فجأة التوبة والذهاب طوعاً إلى الإصلاح. ومبرر في هذه الحال الخشية من محاولة القوى السياسية استخدام عبد المهدي كغطاء شامل لقسمة الغرماء وتحميله لاحقاً مسؤولية أي تلكؤ وتقاعس واستعصاءات. والرجل المعروف بأنه من السياسيين الأكثر هدوءاً وتوازناً في سلوكه السياسي قد يكون مكبلاً بالأساس بخطوط حمر يتعلق بعضها بكونه ابن منظومة الأحزاب العراقية المتنفذة والغارقة في التنكيل بالدولة، ويخص الآخر عمره ونزعته غير الصدامية، ويقترب الآخر من منظومة علاقاته الشخصية مع زعماء القوى وشخصيات سياسية مؤثرة داخل العراق وخارجه تمتد لعقود وتفرض بدورها خطوطها وموانعها. وبحسب الكاتب فإن كل هذه المعطيات قد تكون بمثابة مفاتيح نجاح إذا ما استخدمت في نطاقها واستثمرت لخدمة العمل الجاد لإصلاح النظام الإداري والقانوني العراقي الذي يمثل جوهر الفشل الحالي للدولة، تماماً كما ينبغي استثمار الغضب والسخط الشعبي كعامل دعم وإحراج ورافعة ممكنة للنهوض بالأداء الحكومي. ما من عاقل سيقبل بأي شكل وأي مستوى بفكرة أن كل هذه السلسلة الطويلة من عمليات القتل ممتدة من البصرة إلى بغداد تجري وتتواصل من دون أي علم مسبق من الدولة أو أجهزة معينة فيها، أو أقله من دون معرفة لاحقة بالقتلة أو بالمحرضين على القتل، أو يقول ببعضهم. عدنان حسين في صحيفة المدى يقول إن الأهداف منتخبة انتخاباً لقصد وغرض والغاية واحدة هو الانتقام والترهيب، الانتقام من ناشطي التظاهرات وترهيب المجتمع حتى لا يخرج عن الطوع بعدما زلزل الأرض تحت أقدام الفسد هذا الصيف. رئيس الحكومة المنتهية ولايتها يظهر الكثير من عدم الاكتراث حيال هذه الظاهرة الخطيرة كما لو أنه الأطرش في الزفة. للحق هو أعلن قبل أسابيع عن تشكيل لجنة للتحقيق لم نسمع عنها بعد ذلك أي خبر، وكأن أعضاءها قد ناموا مثل أهل الكهف. رئيس الحكومة المكلف وضع شروطا مسبقة للقبول بالتكليف، كان معه حق في ذلك، فرئيس الحكومة لا ينبغي أن يكون دمية، لكن عبد المهدي كان عليه أن يضيف إلى شروطه شرطاً يلزم الحكومة المنصرفة به قبل نقل السلطة يتعلق بإغلاق بعض الملفات التي ليس من مصلحته ولا من مصلحة الحكومة الجديدة ولا من مصلحة الشعب العراقي أن يرثها فينشغل بها وحكومته عن المهام الكبيرة المنتظر منه إنجازها في زمن قياسي. واحد من هذه الملفات هو ملف القتولات اليومية الجارية في وضح النهار. من الممكن القبول بأن وزارة الداخلية وسائر الأجهزة الأمنية يصعب عليها التوصل إلى خيوط تمتد أطرافها إلى هذه القضية لو كان الأمر مقتصراً على عملية قتل واحدة أو اثنتين. العدد تجاوز الآن العشرات، وما من قضية واحدة كشف النقاب عن ألغازها. هل حقاً ثمة ألغاز في الأمر؟ ويختم الكاتب بالقول ما من عاقل سيصدق بأن وزارة الداخلية وسائر الأجهزة الأمنية عاجزة بالفعل عن بلوغ القتلى والمحرضين أو بعضهم، فما حاجتنا والحال هذه إلى هذه الوزارة وهذه الأجهزة؟ بل ما حاجتنا إلى هذه الدولة التي ليس في وسعها وقف القتلات، وليس في إمكانها ملاحقة سراق المال العام، وليس في قدرتها تأمين الخدمات العامة الأساس لتستقل هذه الدولة وتترك المجتمع ينظم نفسه بنفسه ويحمي أبناءه وبناته وكيانه على الطريقة القديمة، طريقة العشائر والقبائل.
قبل 3 سنوات باشر سلاح الجو الروسي مشاركته المباشرة في الحرب على الشعب السوري، وبدأت القاذفات الروسية تقلع من قاعدة حميميم قرب اللاذقية مستهدفة مواقع للتنظيمات المعادية للنظام القائم. خير الله خير الله، يرى في صحيفة العرب اللندنية أن الأكيد أن لروسيا حساباتها الضيقة القائمة على فكرة أن سوريا ورقة يمكن استخدامها في مقايضات مع الولايات المتحدة وأوروبا، لكن هل هناك من يريد بالفعل الدخول مع صفقة مع روسيا انطلاقا من امتلاكها الورقة السورية؟ هل هناك من يريد بالفعل الدخول في صفقة مع روسيا انطلاقا من امتلاكها الورقة السورية؟ من الواضح أقله إلى الآن أن ليس في نية الولايات المتحدة الدخول في هذه اللعبة. ما ينطبق على أمريكا ينطبق أيضا على ألمانيا التي لا تبدو مهتمة بأي صفقة مع روسيا بحجة أنها تمتلك الورقة السورية. الظاهر أن السيطرة الروسية على سوريا شيء، وإمكان توظيف هذه السيطرة في صفقة ما تشمل أوكرانيا وغير أوكرانيا شيء آخر. تظل مشكلة روسيا في سوريا من دون أفق في غياب من هو مستعد لاعتبار سوريا ورقة. في النهاية، ما الذي تستطيع روسيا أن تفعله في سوريا؟ قبل كل شيء، لا تستطيع إعادة الحياة إلى نظام صار في مزبلة التاريخ منذ فترة طويلة. لا يعني انتصار النظام في مثل هذه الحرب شيئاً في وقت تفتتت سوريا وصارت تحت وصايات عدة تتنازع أراضيها. هناك وجود أمريكي شرق الفرات، وهناك وجود روسي وتركي في الشمال وعلى الساحل وفي حلب، وهناك وجود إيراني في مناطق عدة، وهناك إسرائيل التي أجبرت الإيرانيين ولو نظرياً على الابتعاد نحو 100 كيلومتر عن الجولان المحتل. الكاتب يقول إن السؤال المطروح هو أنه في غياب ما يريد شراء الورقة السورية من روسيا، ما الذي ستفعله موسكو بهذه الورقة التي تحولت عبئا عليها؟ الجواب بكل بساطة أن ليس أمام روسيا سوى إعادة النظر في سياساتها السورية. كل ما في الأمر أن الولايات المتحدة شجعتها على الغرق في الرمال المتحركة السورية، إلى أن وصلت إلى يوم وجدت فيه أن الورقة التي في يدها ليست ورقة. في كتابه العالم إلى أين يكشف المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي ما يسميه بالبديل الثالث الذي يعمل الكيان الصهيوني على تكريسه في الأرض الفلسطينية المحتلة بعد رفضها لحل الدولتين، وإجماع المجتمع الإسرائيلي من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار على رفضه لحل الدولة الواحدة. رشيد حسن يقول في الدستور الأردنية إن خطة الكيان الصهيوني غير المعلنة والتي يجري تنفيذها على الأرض الفلسطينية تهدف بالدرجة الأولى إلى تصفية القضية الفلسطينية وتحويل الشعب الفلسطيني من أكثرية إلى مجرد أقلية في وطنه. إسرائيل تحاول القضاء على حل الدولتين من خلال مصادرة 67% من أراضي الضفة و88% من أراضي القدس، وإقامة العديد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية. وكل ذلك وأكثر منه أدى إلى تحويل الأرض المحتلة إلى مجرد جزر معزولة أو كانتونات منفصلة يستحيل معها إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً. إسرائيل الكبرى التي ستدمج عاجلاً أو آجلاً في إسرائيل الأصلية بما فيها القدس الموسعة جداً وأية أراض أخرى تجدها ذات قيمة، فيما تستثني إسرائيل المناطق التي فيها كثافة عالية من الفلسطينيين وتزيل ببطء الفلسطينيين ضمن المناطق التي تخطط لدمجها ضمن إسرائيل الكبرى. بالعموم ستكون النخب الفلسطينية قادرة على التمتع بالمعايير الغربية في رام الله مع 90% من سكان الضفة يعيشون في 165 جزيرة منفصلة زاعمين أنها تحت حكم السلطة الفلسطينية، لكنهم فعلياً تحت سيطرة إسرائيلية. إذن البديل الثالث هذا هو قطعة أخرى من الواقع الذي يجري تكريسه في الضفة والقدس، وهو ما نجح نتنياهو في العمل عليه مستغلاً أوسلو التي أجلت البحث في أخطر 5 قضايا: اللاجئين، القدس، الاستيطان، الحدود والمياه، أجلتها إلى المرحلة النهائية. الكاتب يشير إلى أن صفقة ترامب تصل إلى مربع البديل الثالث، فاعترافه بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني
ورفضه الاعتراف بحق العودة وقراره بحجب المساعدات عن الأونروا ومن ثم شطب قضية اللاجئين، كل ذلك ما هو إلا روافد تصب في مربع البديل الثالث وتتماهى مع الرؤية الإسرائيلية في تصفية القضية الفلسطينية وتحويل شعب بأكمله إلى أقلية في وطنه محروماً من حق تقرير المصير، وهو ما نص عليه قانون القومية الصهيونية العنصري الفاشي. فجأة أعلنت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هيل استقالتها من منصبها دون إبداء أي أسباب، ذلك وسط حضور دولي حققته من خلال الوقاحة والاسترجال والدفاع عن الكيان الصهيوني ومذابحه وكل جرائمه وموبقاته وحرقه لأطفال شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية. الدكتور فايز رشيد يقول في صحيفة الوطن العمانية إن هذه المرأة الفظة والشرسة لا يوجد مثلها في التاريخين القديم والحديث، شخص يكره الفلسطينيين والعرب والمسلمين. ليس ذلك فحسب، بل يصل دفاعها عن دولة الكيان الصهيوني حد السعار المصاب به منذ تعيينها في هذا المنصب. نيكي هيلي تفوقت حتى على جولدا مائير رئيسة وزراء الكيان الصهيوني في حقدها على القضية الفلسطينية. تسمعها تتكلم فتتذكر عواء الذئب المفترس، فما تقوله من كلام ليس أقل من سم مميت يندلق من فمها ويفرزه لسانها الطويل. هذه السيدة تجسد قمة البذاءة والعنصرية والتطرف في الوقوف خلف كل سياسات ترامب في قرع طبول الحرب ضد إيران ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بها عاصمة للدولة الصهيونية وشن حرب مدمرة على سوريا وبقاء القوات الأمريكية فيها وتفتيتها كما تفتيت العراق خدمة لأمن الكيان الصهيوني. رقص طرباً عندما سن الكيان الصهيوني قانون القومية الفاشية العنصري. نيكي هيلي جعلت جمهور الدبلوماسيين من كافة دول العالم يرون في منصة مجلس الأمن حلبة مصارعة دولية حقيقية في مواجهة الغطرسة الأمريكية المتصاعدة والخارجة على الأعراف والتقاليد السياسية والدبلوماسية. استقالة هيلي من منصبها لا يعني أن من سيخلفها سيكون أفضل منها، فالعنصرية وكراهية العرب والمسلمين بالذات ودعم جرائم الحرب الإسرائيلية باتت من صلب قيم ومبادئ وسياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب. لا أسف على رحيلها، ولن نفاجأ إذا ما كسر الكثير من المندوبين الجرار الفخارية احتفاء بخروجها من هذا المبنى الدولي الذي من المفترض أن يكون عنواناً للتسامح والأمن والاستقرار في العالم، وليس قرع طبول الحرب وتأييد الكيان الصهيوني ومذابحه وعنصريته ضد الفلسطينيين بحسب الكاتب. تستعد الحكومة البريطانية لفرض إجراءات صارمة على محلات البيتزا في محاولة للحد من ارتفاع معدلات السمنة في صفوف الأطفال وتلاميذ المدارس، الأمر الذي يكبد هذه المحلات مزيداً من التكاليف بحسب ما ذكر صحيفة المستقبل اللبنانية. ويريد المسؤولون في هيئة الصحة العامة في بريطانيا من محلات بيع البيتزا خفض السعرات الحرارية في هذا المنتج إلى 695 سعرة حرارية وألا تزيد عن 928 سعرة حرارية. وتقول الهيئة إن غالبية مطاعم البيتزا لا تلتزم بالحد الأقصى المسموح به للسعرات الحرارية، إذ تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 1200 سعرة حرارية في الوجبة الواحدة، وستضطر سلسلة مطاعم البيتزا إلى إعادة النظر في وصفات الوجبات المقدمة حاليا للمستهلكين لا سيما الأطفال من خلال تقليص حجمها أو تغيير مكوناتها لتكون أكثر صحية وأقل في السعرات الحرارية. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.